كله ليه ملاحظات على اللبس بتاعي. يعني على ايامنا كان عادي، ما كانش حد بيقول لنا انتوا لابسين ايه ولا ده عيب ولا ده غلط وبتاع، كان لكن يعني كان مهما كان اللبس ما كانش حد بيبص له بشكل ان دي مشكله يعني. لكن في نفس الوقت كنا متربيين كويس جدا، مبادئ وقيم واخلاق، ما كانش عندنا مشاكل يعني. فعلا كل واحد بيبقى مرتبط بالكنيسة بأكثر من كده، لأنه بعد ما الدرع تزمت لو في لبس زي ما تلبسوه زمان هيتبص له بطريقة وحشة عشان في تزمت. اه دلوقتي طبعا انت ما تقدريش تلبسي زي السبعينات، لكن مش غلط ولا زي الستينات. عارفة بس تقريبا عشان الناس بقت متعصبة قوي يعني، كل شوية الموضوع بيكتر. طبعا هي الفترة دي فيها تزمت، محدش يقدر يقول لك، بس هو جو عام في المنطقة كلها مش في مصر بس. انا مش بصوم ومش بصلي يعني بصلي بس مش على طول، فهم شايفيني ان انا حاجة، وكمان بالذات ان انا المفروض اكون من احسن البنات في الكنيسة لان خالي القسيس بتاع الكنيسة، فانا المفروض فدي حاجة معقداني اوي. انا فكرت اروح على كنيسة تانية، لان ان انا اكون بنت خالي اللي هو القسيس هتبقى صعب عليا اوي، لان انا مش كده، انا مش متدينة اوي.